الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر عز ربنا سلطانا ومجدا وتعالى عظمة وحلما الله أكبر ما ذكره الذاكرون ليلا ونهارا الله أكبر ما هلل المهللون وكبر المكبرون سرا وجهارا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله خلق آدم بيده من صلصال كالفخار وأسجد له ملائكته المقربين الأطهار فسجدوا إلا إبليس أبى فباء باللعنة والصغار أحمده جل وعلا على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر وجاهد المنافقين والكفار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارة الأخيار أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم حق التقوى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد جليل رفع الله قدره وأظهر سماه يوم الحج الأكبر وخطب فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم في هذا اليوم أيها المسلمون يجتمع الحجاج بمنى يستكملون مناسك الحج ويتقربون إلى الله بالعج والتج يحيون سنة نبيهم إبراهيم عليه السلام إمام الخلفاء بذبح الأنساك وإهراق الدماء فإن الله جل وعلا لما ابتلاه بذبح ولده ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه شركة لسواه فامتثل أمر ربه طائعا وخرج بابنه مسرعا فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فأحيا نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه السنة وعظمها فأهدى في حجته 100 بدنة وضحى في المدينة بكبشين سمينين عظيمين مخصيين أملحين أقبرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله الأضحية سنة مؤكدة بل بعض العلماء يرى وجوبها إذا تيسر للإنسان مال أفضلها وأكرمها وأسمنها وأغلاها هي التي تكون أفضل وتجزئ الشاة عن رجل وأهل بيته والبدنة عن 7 شياه والمجزئ من الظأن ما تم له 6 أشهر ومن الإبل ما تم له 5 سنين ومن البغل ما تم له 2 سنين ومن المعز ما تم له 1 سنة لا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين بين ضلعها ولا الهزيلة التي لا تنقي ولا العقباء التي قطع أكثر أذنها أو قرنها والسنة يا كرام أن تجعل الأضاحي 3 أثلاثاً ثلث للأهل وثلث للقريب والصديق وثلث للفقراء إن تيسر هذا ووقت الذبح 4 أيام من انقضاء صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق وهو
واليوم الثالث عشر سواء ذبح في ليل أو نهار. فبادروا رحمكم الله إلى إحياء سنن أو سنن الأخيار، ولا تكونوا ممن بخل وآثر كنز الدرهم والدينار على طاعة الملك الغفار. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد ولبس الجديد، إنما السعيد من اتقى الله فيما يبدي ويعيد، وفاز بجنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد، ونجا من نار حرها شديد وقعها بعيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الصلاة الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والصبر على فجائع الأيام والإحسان إلى الضعفاء والأيتام، واجتنبوا الربا والرشوة في المبيعات، فإنهما من أكبر السيئات. ووقروا اليمين بالله في الخصومات، أوفوا المكاييل والموازين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجب عليكم ربكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ولن يكون ذلك يا كرام إلا بامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهي الله ورسوله، والقيام بما أوجب الله علينا. حملنا ربنا رعاية وحماية الأهل والذوين، فقد جعل الله الرجال قوامين، فقال في كتابه المبين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقوموا أيها الرجال بما جعلكم الله قوامين به، ولا يوقينكم الشيطان عن رعاية أهلكم، ولا تنشغلوا بأموالكم عن أولادكم، ولا بمكاسبكم عن أخلاقكم وشرفكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ على بلادنا دينها ومقدساتها وأمنها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ حجاج بيتك في بلدك الأمين، وأكمل لهم النصب، وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.